من محموم لا بارد ولا كريم. كيف يصل الإنسان إلى منزلة السابقين؟ الصدق مع الله أول الطرائق، ثم أداء الفرائض، والحرص كل الحرص على النوافل، وتجنب الكبائر فيما بينك وبين الله، وتجنب ظلم العباد. أعيد: الصدق مع الله، القيام بالفرائض، المسارعة إلى النوافل، تجنب الكبائر فيما بينك وبين الله، وتجنب الظلم فيما بينك وما بين العباد. من قام بهذه الخمس يرجى أن يكون من السابقين. فمن لقي الله ولا كبيرة عليه، ومن لقي الله ولا مظلمة لأحد عليه، ومن لقي الله وهو متمسك بالفرائض يؤديها، ومن لقي الله جل وعلا وهو قائم بالنوافل يسابق ويسارع إليها، توج ذلك كله بالصدق مع الله، يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، هذا يرجى قطعا أن يكون من السابقين.